قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من الأيكونومس سالم مدنات، كاهن رعية البشارة للروم الأرثوذكس العبدلي ومسؤول لجنة الإعداد للزواج، والأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج اللاتين، والأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرميمين. وقد أثرى الآباء هذه الحلقة بما قدموه من برامج متخصصة تقدمها كنائسهم للخطاب عبر دورات تعقدها للأزواج والتي تساعدهم على الحد من الخلافات الأسرية. فإلى هناك، ما هو الزواج المسيحي؟ ما هي أسس الزواج المسيحي الناجح؟ لما بنفهم هذا المفهوم كل الأمور الأخرى بتترتب تلقائيا. لما بنأكد على هذا المفهوم، لما بنمشي بمسيرة الزواج المسيحي الناجح، ما معنى زواج مسيحي؟ تفضل أبونا. يعني بكل الاتفاقيات اللي تمت عبر بداية الحياة البشرية كانت لتنظيم الحياة سواء الاجتماعية أو العاطفية أو الاقتصادية، حتى كانت تنظم بعقود. نعم. وأغلب هذه العقود إلها صلاحية بداية ونهاية، إلا عقود الزواج كانت بكل الديانات هي مبنية على بدون نهاية مدة. نعم. فهي مدتها مفتوحة. هلا في ناس رح تزعل لأنه بتقول لك هي ليست عقود وإنما عهود. لا عهد. نعم هي. هذا اللي بدي أحكيه كنت. نعم. إنه ارتقى السيد المسيح بها. نعم. نعم هناك تقصير نعم في مرحلة الشباب، لكن نحن متغيرات العصر بات الآن الحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك إلى أهمية هاي المرحلة والتركيز عليها. كتير من عائلاتنا بتهتم إنه مدارس تكون متقدمة ومتحضرة وتكنولوجيا فيها عالي ونشاطات ولغات وإلى آخره، لكن الجانب الديني ما بيهتموا فيه. هل بيعطوا مثلا تعليم مسيحي؟ هل في هناك إرشاد ديني؟ هل في هناك كاهن أو راهبة أو يعطوا هذا الجانب المسيحي؟ عائلات مسيحية بدي لذلك. بالنهاية أوصل ابني. نعم. يعرف شو معنات قدسية العائلة وقدسية الزواج إذا ما ربيته، يفهم هذا المفهوم كيف بدي أكبره وأصير أطلبه لما يتجوز. اللي بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني حقيقة سعادة الأزواج. يعني بالماضي كانت علاقاتنا الاجتماعية محصورة زي ما تحدثنا ما بين الحماة والكنة والمقربين من أهل جوزها ومن هيك. اليوم وسائل التواصل فتحت العالم كلياته، فمش كل اثنين متصورين ولابسين بحفلة وزوجة وزوجة انه هاي هي السعادة، ومو شرط انهم يكونوا سعيدين. انا اليوم بتمنى انه الكنيسة تطلب من معاملات الزواج تطلب ايضا فحص طب النفسي للزوج والزوجة. نتمناها هاي ان تدخل يوم احنا نطلب شهادة خلو امراض من امراض الدم البلاسيميا. نعم. انه ما يكون في بينهم عدم توافق للإنجاب. نعم. ولكن أنا بعتبر أن اليوم أي خطيبين مقبلين أنهم يطلبوا منهم عند طبيب نفسي معتمد من قبل الكنيسة وأطباء عندنا كثار من أولاد الكنيسة أنه يكون إنها سوية، هو سوي أنه يستطيع أن يعيشوا مع بعضهم البعض. يبدو أن الكنيسة مهتمة أكثر من الأجيال. نعم. الأجيال الشابة في معنى الاستعداد الإنساني والمسيحي. نعم. للارتباط الأبدي في الزواج المقدس، لأن الأهل والخطاب نفسهم الله يكون في عونهم عليهم ضغط كبير من الاستعداد المادي، فيأتي الاستعداد الإنساني والمسيحي الروحي في محطة ثانية من الاهتمام. وهذا للأسف من التغيرات والتحولات اللي بنعيشها على كل المستويات في الزمن الحالي. نعم. لذلك استعداد الخطاب يعني كما تستعمل الكنيسة رسالة الباب الأخير الإرشاد الرسولي فرح حب، هنالك ظلال وأضواء، في أشياء يعني قاتمة معتمة بدها إنارة، ولكن في أشياء أيضا وأمور منيرة ومنارة ومفرحة. نعم. في النفوس والقلوب والعقليات أيضا. نعم. فبالتالي يعني لا نستطيع أن نتذمر كثيرا
ولكن ما زلنا نأمل أكثر بهذا الجانب. دكتور اللي عم بنلاحظه أنه حقيقة الكم الهائل، ما بدي أقلل، ولكن كم هائل من فشل في علاقات زوجية عم بيصير للأسف. يعني أنا شخصيا لما بتحول لإلي أي قضية، إحنا عندنا بالقانون هلا أي قضية تسجل في المحكمة الكنائسية تحول لبيت العائلة لشهر كامل، على وعسى أن يكون في هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني أول سؤال بسأله لهذول الزوجين أنه مش شو صار معكم بعد الزواج، احكوا لي فترة التعارف والخطوبة كيف كانت. وبنتفاجأ أنه الكم الهائل من الخلافات والمشاحنات اللي ما لازم راحوا وقفوا أمام الهيكل وأمام المذبح. نعم. فحقيقة الأهل في تقصير، نعم في تقصير من الأهل. يعني إذا بدنا نرجع للزواجات في الماضي دكتورة، الزواجات بالماضي مع أنه ما كان لا في دورات تثقيفية ولا كان في أي تكنولوجيا، ومع ذلك كانت البنت والزوج، الزوج والزوجة، ويعيشوا داخل العائلة مع بيت حماة وإشي، وكانت الحياة مستمرة. تستمر، ما كان في لا تثقيف، ولكن كان في هناك تثقيف من الأم لبنتها إنه كيف تدير بالك على زوجك، كيف تدير بالك على دار حماك اللي راح تسكني معهم، ونفس الشيء للشاب. ولكن اليوم بنشوف زي ما حكيت دكتورة إنه اهتمام كثير من الأهل للأسف، كيف بدنا ندرس ابننا، كيف بدنا نعلمه، كيف بدنا نأمنه بتأمين صحي، وأمور ثانية، ولكن للأسف ما عم بنشد على أولادنا أنه يشتركوا في شبيبات، في مدارس أحد، بعض مرات حتى في دورات المقبلين على الزواج. إذا ما بنشد عليهم وما شوي بنستعمل شوي أسلوب التخويف، انه اذا ما اخذت هاي الدوره وما اخذت هاي الشهاده ما راح يتم الاكليل. وزي ما حكى ابونا بشير، بيجوا الخطاب في البدايه جايين بفكروا تقضيه وقت، ولكن حقيقه دكتوره بعد ما يحضروا الدورات بصيروا يطالبونا انه يا ريت لو تكون مده اكثر. المفروض ان يكون الزواج المسيحي مصدرا لسعاده الزوجين، ولكن يبدو ان في هذه الايام اصبح الزواج عائقا امام السعاده. ما أكثر الزواجات في هذه الأيام التي أصبحت مصدراً لتعاسة الأطراف مما يحدو بهم للتخلص من هذه العلاقة الزوجية بأي ثمن كان، حتى لو كان على حساب الأولاد، ضحية الأنانية وسوء الاختيار عند الزوجين. لذلك بدأت تحدث بثلاث نقاط، بختصر من النقطتين. النقطة الأولى بعض التساؤلات، والنقطة الثانية شروط السعادة. أولاً بعض التساؤلات حول الموضوع، هل نعرف أن نكون سعيدين؟ هناك قول مأثور، السعادة للسعداء، أعني هناك استعدادا للسعادة، هناك تربية ضرورية على الإحساس بالسعادة. يجب أن ننمي فينا القدرة على السعادة، لا أن نبقى منغلقين على أنفسنا. هناك أشخاص مهما قدمت لهم ومهما نالوا من خيرات ونعم وتوفيق لا يعرفون الابتسامة، يجب علينا أن ننفتح على السعادة، أن نسعد معا، هذا معيار للحب الحقيقي. فعلى الزوجين أن يريا إلى أي مدى يتحقق هذا المعيار في حياتهما، وماذا يفعلان من أجل ذلك. السعادة من طرف واحد ولا سيما على حساب الآخر هي أنانية، والأنانية لا تولد السعادة. كم من الوقت يخصص الزوجان لكي يصل أحدهما إلى الآخر؟ كم من الضلال المخيمة على السعادة الزوجية تصدر عن عدم الإصغاء الواحد إلى الآخر؟ كيف نوفق بين السعادة والألم في الحياة الزوجية؟ لا مفر من المحن في حياة الإنسان، وسر الألم هو السر الحقيقي. والمسيح لم يأتي لجنبنا الصليب، ولكن حمله أولا وعلمنا كيف يجب أن نحمل صليبنا في حياتنا. الألم معا، يعني الزوج والزوجة تألموا مع بعض، يقوي روابط المحبة.